وحول تنامي العلاقات البحرينية السعودية ينضم إلينا من الرياض الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. أهلا بك سيدي الكريم. إذا العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين نموذج متميز للتلاحم الوثيق ووحدة المصير المشترك، حدثنا أكثر بهذا الخصوص. شكرا على الاستضافة وشكر للمشاهدين الكرام. بدون شك طبعا العلاقة السعودية البحرينية هي نموذج للعلاقات بين الأشقاء، وهذه العلاقات لم تتغير ولن تتغير، ودائما تشهد نمو إلى أفضل مما تكون عليه يعني من ذي قبل. لم تشهد العلاقات السعودية البحرينية في تاريخها أي خلافات أو أي تباينات، لذلك نجد أن العلاقات البحرينية السعودية علاقات متميزة يحتذى فيها، ليس فقط على مستوى مجلس التعاون الخليجي بل على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، وهي علاقات متنامية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يعني نحن نعتبرها دولتين شقيقتين، الشعبين شقيقين. العلاقات الاقتصادية والتشابك الاجتماعي والاقتصادي هو ما يجعل هذه العلاقات دائما متميزة، لذلك نجد أن التنسيق البحريني السعودي بشكل دائم، وآخرها نرى طبعا جولة سمو ولي العهد اليوم زيارة للبحرين، وقبلها بفترة كان ولي عهد البحرين في المملكة العربية السعودية ويحضر فعاليات الرالي السعودي، وعلاقات متميزة بكل ما تعنيها الكلمة. وأنا أعتقد أن العلاقات أيضا نستطيع أن نطلق عليها علاقات استثنائية. البحرين والمملكة العربية السعودية تربطهما أواصر الأخوة والقربة، وتربطهما أيضا العلاقات الاقتصادية، جسر الملك فهد الذي يربط المملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، والتبادل الاقتصادي والتجاري والتبادل الاستثمارات في كلا البلدين لها ميزة معينة ولها دور معين. لا يستطيع المرء أن يختزل نمو العلاقات والعلاقات المتميزة بين المملكتين الشقيقتين في دقائق. الحقيقة اليوم تأتي زيارة سمو ولي العهد إلى البحرين لتكملة هذه الجولة الاستثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه العديد من الملفات. نحن نعرف أن البحرين والمملكة العربية السعودية كانت مواقفها موحدة تجاه جميع القضايا، سواء كان ما يتعلق بالعلاقات مع إيران أو حتى الأزمة اليمنية وغيرها من الملفات. لم تشهد العلاقات السعودية البحرينية أي تباين تجاه هذه القضايا، ولذلك تأتي هذه الزيارة تتويجا لنمو هذه العلاقات وتعزيز أيضا تشابك العلاقات بين البلدين في الجوانب جميعها لمواجهة التحديات التي تعصف في المنطقة. نعم شكرا جزيلا لك من الرياض الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.